لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون والله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون والله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. تروح دي دادا. بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين ويذهب غيظ قلوبهم إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس.
بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين قال اخرج منها فإنك رجيم وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين قال اخرج منها فإنك رجيم وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين قال اخرج منها فإنك رجيم وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين terus keluar semua naik semuanya naik ke mulut semua yang bikin sakit keluar dari mulut semua yang bikin sakit keluar dari mulut dorong lagi terus naik semua terus sampai habis ya sampai tidak sakit lagi bismillah saya bantu dengan doa bara'atum minallahi wa rasulihi lalladzina ahadtum minal musyrikin وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد الساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد الساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى Entahkan, keluar penyakitnya. Apa-apa entahkan supaya keluar semua penyakitnya bismillah Allahu Akbar entah gak ada yang manis entah itu pahit semuanya naik semua ikuti ayatnya ikuti tangannya naik ke atas bismillah Allahu Akbar terus yang sembunyi keluar bismillah bagus la haula wala quwwata terus keluar yang sembunyi keluar la haula wala quwwata illa billah La haula wala quwwata. Bagus keluar semuanya. Terus. Terus biar habis semua penyakitnya. Kayak pengen tidur. Nih semprot lagi dulu. Kalau enggak muntah berarti sudah beres. Iya. Semprotkan dalam, dalam. Pelan. Pelan. Bismillah, Allahu Akbar.
Keluar semua yang di kepala, yang di kepala keluar. Masih ada berarti yang di kepala keluar. Kena racun yang di kepala. Bagus. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Minum air. Rasanya udah gak enak, resep ibu mah. Ya, mana obat mah, olah enak. Yang mana aku susu. Susu juga gak enak? Sirup, kalau mau enak tuh sirup. Ini ya, kornya dia muntah. Kali lagi, tes lagi. Sampai gak muntah lagi. Ah, bismillah. Pelan langsung ke enak. Tuh, enggak ada. Enggak enak. Rasanya enggak enak. Enggak. Terakhir, sekali lagi. Testing terakhir. Banyak ya. Pelan. Kalau enggak ada reaksi berarti aman. Enggak juga keserupan. Kalau mama mah ade, jangan lah. Jangan bisa keserupan. Tadi kemarin itu sampai sakit kaki sama sampai kucai itu mandi temennya dari itu gak mau mandi. Kenapa? Sakit-sakitnya tuh nah. Mandi. Sampai ngegul pakai cai itu bang. Nahan sakit tuh cawak kan. Pasien bang, putih hampir terpalang tuh bang sakit. Rasanya gak enak aja. Balik mah. Rasanya gak enak aja. Kayak ingo marat. Gimana kopi tadi? Iya kopi juga gak enak. Mending kopi hitam. Sama kopi ini yang hijau itu. Tapi enakan itu dikit daripada ini. Memang obat. Gimana badannya? Enak enggak? Enggak. Sudah enak? Mm-mm. Enteng? Mm-mm. Kepalanya sakit? Ya, serius om, sebecanda. Kan lebih baik jujur daripada bohong. Kakinya sakit? Enggak. Enggak. Tangan? Enggak. Punggung? Cuma rasa nyaknya aja memang. Gak apa-apa. Punggungnya? Enggak. Ya sudah enak ya. Alhamdulillah. Cucu pusing baru masuk rumah udah pusing. Rumah mana? Ini. Tadi. Masuk rumah sini sudah pusing. Enggak, pusing masih pusing. Nanti ada di YouTube.